الطرد هو كان التشغيل الأساسي، لأن أنا كان خط الإنتاج كلفني كتير، والمباني كلفتني كتير، وتشطيب المكان نفسه تشطيب محترم يليق بمنتجات غذائية كلفنا أكتر، فما كانش فيه أي مجال غير تمويل الصندوق الاجتماعي للمشروع. الشائع بين الناس ده 4 شهور ده 5 شهور الكلام ده كله، أنا استغرقت في استخراج القرض بالظبط 60 يوم. تقدم للصندوق الاجتماعي اللي هو جهاز تنمية المشروعات حالياً باستخراج قرض لتمويل إضافة معدات جديدة بالنسبة لنا، وإضافة تزويد المشروع عشان نكبر المشروع ونزود فرص العمل أكبر. يعني أنا دلوقتي لما أزود خط إنتاج أي شيء في المجال المواد الغذائية، حلاوة طحينية، طحينة، هحتاج للخط دوت عمالة جديدة، فبالتالي بزود. أنا عندي العمالة في عمالة موسمية، عايز بحاول إن أنا الموسمي دوت يفضل معايا برضو دائم مع كل العمالة.